مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نجينا من المسيح يسوع ربنا لك الملك. تفضل دكتور جورجي، أهلا بيك. احنا بيشرفنا كتير قوي وجود الدكتور جورجي معانا، دكتور القانون، علشان يكلمنا يعني البعد القانوني في اتخاذه في التدبير الكنسي، وده شيء مهم قوي. ومعلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته ليكن كل شيء بترتيب او بلياقة وبحسب ترتيب. بحسب ترتيب ممكن نقول القانون او الطقس او نظمه، وبلياقة يعني يبقى في لياقة في الأداء ولياقة في القانون الموضوع أو الطقس الموضوع اللي إحنا بنستخدمه. طبعا البعد الثقافي لينا كأعضاء لمركز بي لمباس بيبقى مهم قوي، على الأخص لما بنوضع يعني رؤية أو نوضع سبوت أو إضاءة على هذا البعد من النظم والقوانين الكنسية. طبعا أبائنا الرسل لما أولى وضعوا القوانين اللي هي الدسكولية أو القوانين أو قوانين أبائنا الرسل أو الدداخي، فبرضو حتى أمورنا الكنسية الحالية بلا شك تحتاج إلى نظم وتحتاج إلى قوانين تحكم علاقة الإنسان بالكنيسة وعلاقته بالأسرار، علاقته بالطقوس الكنسية وأهميتها عنده. احنا بنرحب كتير بوجود الدكتور جورج معانا، كتير جدا جدا. نطرح الميكروفون للأستاذ أشرف. اتفضل يا سيدي. يسعدنا اليوم تشريف حضرة صاحب النيافة الحضر الجليل أبا مرتيوس أسقف عام، أسقف عام كنائش منطقة شرق السكة الحديد، وعميد معهد الإرشدياكون حبيب جرجس للدراسات اللاهوتية، ورئيس مركز بي لمباس للتراث القبطي، وعضو لجنة التاريخ القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. حضرات السيدات والسادة الأفاضل، الحضور الكريم، سعدنا بتشريفكم لنا. محاضرة اليوم سوف تكون بعنوان التنظيم الإداري في الكنيسة من حيث القوانين واللوائح والقرارات، وسوف يلقيها علينا السيد المستشار الدكتور جورج سامي نيكولا فهمي
وكيل عام أول النيابة الإدارية، والمحاضر بكلية حقوق جامعة عين شمس وجامعة السادات، المحاضر بمعهد الدراسات القبطية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمشرف العام على قسم القانون الكنسي بمعهد الدراسات القبطية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فبرجاء الترحيب الحار لسيادته. تفضل يا دكتور. مساء الخير. في البداية أتوجه بالشكر. في البداية أتوجه بالشكر لنيافة الحضر الجليل المكرم الأنبا مرتيوس على هذه الدعوة الكريمة وعلى المحاضرة في المركز الثقافي والعلمي الجليل، وعلى القائمين على إدارة هذا المركز وللحضور أيضا. هنتكلم النهاردة عن التنظيم الإداري في الكنيسة، ونتكلم عن التنظيم الإداري نتكلم على علاقة الكنيسة بالإكليروس والشعب، وعلاقة الكنيسة بالدولة. هناك قرارات، قوانين وقرارات ولوائح بتنظم علاقة الكنيسة بالدولة، ولوائح وقرارات تصدرها السلطة الدينية بتنظم علاقة الكنيسة وأكليروس والشعب. معنى تنظيم كنسي يعني هي الإجراءات اللي بتصدرها السلطة أو المسؤولين. هذه السلطة إما تكون في الدولة أو رأس الكنيسة هو الأب البطريرك. الغرض منها إدارة الكنيسة أو إصلاح شيء ما في الكنيسة، تنظيم أمورها في كل ما يتعلق بالخدمة. هذا التنظيم أو هذه الإجراءات اتخذها الكنيسة ألا تخالف قاعدة قانونية، ألا تخالف القانون الكنسي، ألا تخالف القانون الوضعي اللي بينظم علاقة الكنيسة بالدولة. القانون بصفة عامة هو قواعد وأحكام. المشرع عند إصدار القانون، والقانون بيصدر عن طريق مجلس النواب أو من سلطة رئيس الجمهورية. في حالة غيبة البرلمان رئيس الجمهورية يصدر قرار بقانون أو بلائحة ويعرض على أول دورة انعقاد، والبرلمان يجيزه أو يرفض كما يشاء. هذا القانون عند إصداره من السلطة اللي تملك إصداره بيعتد به في مواجهة الكافة. يعني في مواجهة الكافة بنظر رابطة الكنيسة، بيعتد في مواجهة الكنيسة في مواجهة مؤسسات الدولة، بيبقى قانون تحت يد القضاء يقدر يفصل بشأنه في المنازعات اللي تعرض عليه بشأن الكنيسة. طيب الكنيسة بتصدر قرارات ولوائح بتنظم شأنها الداخلي، وده اللي هنشوفه بعد شوية. هذه القرارات بتصدرها بصفتها القانونية المستمدة من هذه القوانين. طب لو ما فيش قانون ينظم هذه المسألة، هل الكنيسة تقدر ان هي تتصرف من شأنها؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. زمان في الدولة البولوسية كان سيادة الملك قراراته بتسود، يعني كل حاجة بيقولها الملك صح غلط بتسود، بتطبق على الشعب. طبعا هو بينفذهاش عليه هو شخصيا، لكن بتطبق على الشعب محدش يقدر يخالفها. ظهور الدولة القانونية أصبح أن القانون يسري على الحاكم وعلى المحكومين. الحاكم لا يخالف القانون والدستور، والمحكومين الشعب لا يخالفوا القانون والدستور. أول حاجة هنتكلم عن دور الدولة
في التشريعات اللي بتنظم العلاقة بينها وبين الكنيسة. هنرجع ورا شوية، 1517 عندما كانت مصر تحت الاحتلال العثماني، قبل هذا التاريخ كانت مصر لها السيادة الكاملة في إدارة البلاد ومؤسسات الدولة كلها. من 1517 حتى 1805 الاحتلال، أصبح الدولة العثمانية هي المسيطرة على مصر طبعا وغيرها من بعض الدول، هي اللي بتتحكم، هي اللي بتصدر القوانين أو الفرمانات من الباب العالي وتطبق على مصر. لغاية 1805، وده رحيل محمد علي باشا، وجي بعد كده ابن سعيد باشا، ابتدى تحول في البلاد. حب الباب العالي ينظم أمور البلاد داخليا من كل النواحي، عسكريا واقتصاديا واجتماعيا وكله. فالطوائف غير الإسلامية في البلاد حب ينظم شأنها، فأصدر الفرمان 1856. هذا الفرمان العالي المرشح بالخط الهمايوني، مش بخط الهمايوني، كان فيه خط كده احمر تحت خالص كده في الامر العالي، ده ما بيصدرش غير من الباب العالي او السلطان العثماني. ده يعتبر وقتها قانون، بياخذ حكم القانون اللي احنا بنشوفه دلوقتي في البلاد. زمان كان بيسمى الامر العالي، وفي بعض كده بيسمى نمرة القانون او نمرة 3 او نمرة 8، بياخد رقم نمرة. 1856 بداية الاصلاحات بالنسبة للطوائف غير الاسلامية. والفرمان العالي ده زي ما يظن البعض ان هو جه مجحف، لا بالعكس، يعني ادى مميزات كتيرة جدا. ساوى بين المواطنين الدولة العثمانية كلها، المسيحيين والمسلمين، في الحقوق والواجبات، بل أعطى أكثر من ذلك للكنيسة اختيار قادتها الدينية بحرية ولا يجوز عزلهم. واشترط إبلاغ الباب العالي بالقرار انتخاب بطريرك أو البابا اللي بيمثل هذه الطائفة. أعطى هذا الفرمان للباب العالي السلطة في ترخيص بناء الكنائس. كل الكلام ده هنشوفه دلوقتي في صورته الحديثة اللي هو تحول إلى قانون بناء الكنائس دلوقتي. إعفاء الكنيسة من الضرائب والرسوم. تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة، كهنة، رهبان أو علمانيين. طيب ناخد كل واحدة على حدة كده. المساواة بين المواطنين، دلوقتي الدستور المصري من أول دستور 71 وما قبله ولغاية دلوقتي، المساواة التامة بين المواطنين مسيحيين ومسلمين في الحقوق والواجبات. طيب لما نيجي نتكلم عن الدستور هنقول المادة الثالثة استحدثها الدستور 2014 اللي هو الغير المسلمين احتكام لشرائعهم من اليهود والمسيحيين. طب هذا النص في الدستور أضاف جديد. طب نرجع لنص المادة الثانية من الدستور، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. طب ما الشريعة الإسلامية أعطت لأهل الكتاب احتكام لشرائعهم، هي بس اتحط نص صريح في الدستور عشان نقدر نطبق الشريعة المسيحية او بالنسبة لليهود في نطاق قانون اعلى من القانون اللي بينظم هذا الشأن. بمعنى الدستور هو في المرتبة الاعلى من القوانين، الدستور والقوانين واللوائح. يجب ان يكون
اللائحة أو القانون تتفق وأحكام الدستور ولا تخالف الدستور. الدستور في البعض بيطلق عليه إن هو قانون، لا دي مبادئ. زي مثلا واحد اكتشف قارة جديدة فيها 5-6 قعدوا مع بعض، احنا عايزين نطع مبادئ، وضعوا مبادئ مش عايزين جريمة، مش عايزين كذا وكذا. هذه المبادئ ده اسمه الدستور اللي اتفق عليه. نستخلص من هذا الدستور أو هذه المبادئ القوانين اللي بتنظم كل الشؤون الداخلية في هذه البلاد. فأساس هو الدستور، استمد منه القوانين. نيجي نتكلم عن القوانين الوضعية اللي تصدرها الدولة اللي بتنظم العلاقة بينها وبين الكنيسة. نشوف أول حاجة قانون بناء الكنائس. زمان كان في الشروط 10 لبناء الكنائس، ودي كانت صدرة من مش حتى وزير الداخلية، يعني سلطة إدارية في وزارة الداخلية. محدش يقدر يبني كنيسة أو يحصل توظيف فيها إلا وفقا للشروط وموافقة. طب ما في برضه كانت شروط 10 لبناء المساجد، طب ما هي دي تنظيمات. انا مش باجي على طائفه وطائفه، لا، انا الشروط 10 دي المقصد منها ان انا انظم بناء دور العباده كانت مسيحيه او اسلاميه، عشان مش اي حد يبني كنيسه يقول لك انا صاحب كنيسه. لا، في شروط معينه، شروط تتفق مع قوانين الدوله وشروط تتفق مع قوانين الكنيسة. لازم الكنيسة هي اللي توافق على هذا المبنى أو هذه، يعني السلطة الكنسية توافق على بناء هذه الكنيسة من عدمه. هل تتفق والشروط اللي اشترطتها الشريعة في بناء الكنائس ولا؟ الكنيسة الأرثوذكسية لها مواصفات غير الكنيسة الإنجيلية في كمبنى. فهذه الشروط كانت بتحدد ازاي تبني الكنيسه في هذا الزمن، هذه الفتره. في نفس الوقت كان في شروط برضه للمساجد. طيب احنا دلوقتي في ظل احنا في 2023 اهو، هل الشروط بتاعت زمان دي هتتفق مع الوضع الحالي؟ لا. عشان كده الدستور 2014 نص على قوانين او قانون بناء الكنائس، وهذا القانون من القوانين المكملة للدستور. يعني لازم تصدر. فالنص صراحة على هذا القانون أعطى للدولة كيفية إدارة في بناء هذا بناء الكنيسة أو علاقتها مع علاقة الدولة مع الكنيسة. حطت شروط معينة لازم الكنيسة توافق عليها، أو يعني الكنيسة تضع شروط أساسا لمواصفات المبنى أو الكنيسة، وتخطر بها الجهات المعنية وتصدر ترخيص بذلك. دي لو كانت كنيسة قائمة وما كانش القانون أوضح. طب عايزين نبني كنيسة جديدة، تشوف الشروط اللي اشترطها القانون وتقدم هذه الشروط للجهات المعنية وبيتوافق عليها. ده القانون بينظم علاقة الكنيسة بالدولة. طب تاني حاجة، قانون 264 سنة 60 بإنشاء هيئة أوقاف الأباط الأرثوذكس. في 1883 تفعيلا للفرمان العالي مرشح بالخط الهميوني، قال ان يتم تنظيم ادارة طائفة الاباط الارثوذكس عن طريق مجلس منتخب. فتم اصدار لائحة 1883 بتنظم شؤون طائفة الاباط الارثوذكس. هذا المجلس، مجلس الملي العام، شكل من لجان فرعية. كل لجنة من هذه اللجان تقوم بدورها
في المحافظات، يعني كان في مجلس ملي فرعي في اسكندرية وغيره، لكن الأساس مجلس الملي في القرية. إلى أن تم إنشاء كان هيئة الأوقاف داخلة ضمن إخصاص المجلس الملي. إلى أن صدر قانون 264 سنة 60 واستقلت هيئة الأوقاف القبطية ببشرة الأوقاف القبطية. طب لما نقف هنا نقطة، هيئة الأوقاف القبطية هل هي هيئة عامة أم هيئة خاصة؟ لما نيجي ننظر هيئة أوقاف إسلامية، نص القانون على تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة أوقاف إسلامية. هنا في القانون 264 سنة 60 تنشأ هيئة تسمى هيئة أوقاف الأباط والزوز. عشان أطفي صفة العموم على هذا الكيان لازم أنص صراحة في قانون إنشاؤه ده عام أو غير عام. طب ده هيفرق معايا في حاجة؟ ده هيفرق. هل هيئة الأوقاف الأباط هل الدولة بتباشر الرقابة عليها ماليا وإداريا؟ كل المعينين في هيئة الأوقاف المسيحية ما بيتقاضوش مرتب، الدولة ما بتدعمهاش، بالعكس الكنيسة هي بتديرها داخليا. فهنا في اختلاف بين دي وبين دي. نيجي نشوف اللوائح الأخرى اللي أصدرتها الدولة اللي بتنظم العلاقة بين الدولة والكنيسة. لائحة انتخاب البطريرك، لائحة انتخاب البطريرك كانت لائحة 57، كان في لائحة قبلها 42، وضعت طرق وضعت إجراءات انتخاب ترشيح وانتخاب البطريرك. تم تعديل هذه اللائحة في 2015 وتم إلغائها. طب بين لائحة 57 ولائحة 2015 في قانون اسمه قانون 20-71، ده قانون مش لائحة. هذا القانون تضمن أو نص صراحة على لجان ترشيح وانتخاب البطريرك. طب لما لائحة 2015 تطرقت إلى لائحة 57 وعدلت فيها ولغتها، لا يجوز أن ألغي قانون بلائحة. فأصبح دلوقتي قانون 71 موجود ولائحة 2015 موجودة. طب أنهي الأقوى؟ القانون يطبق، وفي حالة عدم وجود نص في القانون تطبق اللائحة. القانون تتكلم عن لجان ترشيح وانتخاب البطريرك، اللائحة تكلمت برضو على إجراءات ترشيح وانتخاب البطريرك واللجان اللي بتباشر هذا الإجراءات، هذه الإجراءات. حاجة الرابعة من ضمن اللوائح اللي بتنظم برضو العلاقة بالدولة والكنيسة، لائحة أحوال الشخصية 38. سنقف هنا شوية في اللائحة. هي هذه اللائحة ما صدرتش بأداة تشريعية من الدولة. احنا قلنا عشان يبقى تشريع ليه حجيته على الكافة المخاطبين به اللي هم طائفة الأباط والزوز ومؤسسات الدولة الأخرى، يجب أن يصدر بأداة تشريعية من مجلس النواب أو بقرار من رئيس الجمهورية. طب لائحة 38 دي عدها المجلس الملي سنة 81-31 إلى أن تم تطبيقها في 38. كان العرف السائد في الكنيسة، كانت الكنيسة بتطبقها قبل إلغاء القضاء الملي في 55. كانت الكنيسة بتفصل في الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية إلى أن تم إلغائها بقانون 1955. طيب لما تم إلغاء المجالس الملية والشرعية كمان، تم إحالة كل الدعاوى إلى القضاء العادي عشان توحيد القضاء، ما يبقاش فيه المحاكم شغالة تحكم في أمور معينة والكنيسة بتحكم في أمور معينة والأوقاف المساجد بتحكم في أوقات معينة اللي هو القضاء الشرعي. وحد القضاء الشرعي والقضاء الملي، يتحط فيه القضاء العادي. من هذا التاريخ غلت يد الكنيسة في الفصل في الأحوال الشخصية. طب ايه اللي حصل؟ لما راحت الدعوة للمحكمة، المحكمة عايزة القانون تطبقه، لازم يكون قانون صدر بتاتا شرعية عشان المحكمة تطبقه، يبقى حج على الكافة حج عليه. ظهر في خلال هذه الفترة مجموعة اسمها مجموعة 55 أحوال الشخصية، دي اعتقد في حرية البابا يوسف، وكان فيها خلاف، يعني عدلت بعض
النصوص اللي في لائحة 38، وكان في ناس بتتمسك بتطبيقها وناس بتتمسك ب 38. اتعرض النزاع ده على محكمة النقض، أنهي لائحة نطبقها؟ فاللائحة اعتدت ب 38 على أساس ده كان العرف السائد وقتها في الكنيسة، وإن الكنيسة اعتادت على تطبيقه، والمخاطبين به هو الشعب القبطي كان موافق على بنود هذه اللائحة. هنا محكمة النقض ما سندش تشريع، لا، أصبحت لائحة 38 حكم التشريع، حكم القاعدة القانونية، أطفت عليها الحجية، أصبحت حكم القاعدة القانونية، لأن إحنا التشريع زي ما قلنا بيصدر من السلطة المختصة بإصدار. لكن هنا حكم المحكمة كان في 6/6/73 أطفت عليه الحجية، بقى هو ده الواجب النفاذ دون غيره في المحاكم، وما تمش الإعدادات بمجموعة 55. بعد إلغاء القضاء الملي وحالة كل الدعاوى للقضاء العادي، أصبح توثيق الزواج مين هيوثقه؟ هل الكنيسة؟ خلاص اتعدل القانون 68/47، ده قانون التوثيق، وقال ايه؟ تتولى مكاتب التوثيق جميع المحررات فيما عدا عقود الزواج واشهادات الطلاق وجر الرجعية والتصديق على ذلك، خاصة بالمصريين المسلمين والمسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدين الملة والطائفة. معنى كده غير متحدي الملة والطائفة يتوثق فيه طبقا لقانون التوثيق، اما متحدي الملة والطائفة ليهم حاجة اسمها الموثق المنتدب، اللي هو الاب الكاهن اللي بينتدب عن طريق الكنيسة وبيسجل اسمه في المحكمة المختصة تابعة ليه، وهو اللي بيباشر عملية الطقوس الدينية وإبرام العقد الكنسي والعقد المدني برضه. طب هنا نلاحظ ان القانون اعطى الزواج والطلاق للموثق المنتدب، يعني الاب الكاهن ليه ان هو يوثق عقود زواج، ده الطبيعي، وليه برضه ان هو يوثق عقود الطلاق، ده القانون بيقول كده. لما نيجي نشوف لائحه المأذونين نصت برضه على هذا الكلام، واعطت للموثق المنتدب أن يحرر عقود الطلاق، بس اشترطت شرط واحد، قال لك لازم تكون شريعة هذه الطائفة تجيز الطلاق. لما صدرت اللائحة في 55 حصل خلاف، طب يعني الكنيسة تطلق أو ما تطلقش؟ في بعض الكنائس ما بتطلقش، زي الكنيسة الكاثوليكية ما بتطلقش خالص. فطلع منشور في 56 من وزير العدل وقتها، منشور شارح يوضح نصوص لائحة الموثقين المتدينين، وقال ان رجل الدين يوثق عقود الطلاق شرط ان تكون الطائفة تجيز شرعتها هذا الطلاق، والطائفة لغاية الزوكس تجيز الطلاق طبعا في حالات معينة وفقا لكانت 38 إلى أن تم تعديلها في 2008 أيام حرية البابا شنودة، تعدلت لائحة 38 وخلى التطليق عن طريق المحكمة للزنا وبعض الحالات الزنا الحر. وهنا اللائحة وقانون لائحة 38 وتعديلها في 2008 اتكلم على التطليق. طب ايه الفرق بين الطلاق والتطليق والبطلان؟ الطلاق بالإرادة المنفردة، في عند اخواتنا المسلمين الطلاق للزوج ان كان في يده العصمة او الزوج. طيب في الشريعة المسيحية الكتاب المقدس كله اتكلم على لفظ الطلاق في الانجيل، اما لائحة 38 وتعديلها اتكلمت على التطليق. التطليق وفقا للفقه القانوني لازم تكون بسلطة خارجية، المحكمة أو الكنيسة، ده وجهة نظرهم كده. بس هنا لينا وقفة، الزواج في المسيحية هو سر مقدس، يعني الزوج والزوجة
طرف وفي طرف تاني هو الكنيسة مانحة السر. الكنيسة لما تمنح السر هي السلطة الوحيدة في سحب هذا السر أيضا. فهنا الاطلاع عن طريق الكنيسة وفقا لشريعتها مباح. طب التطليق امتى؟ لو وفقا للشروط الكنسية في الطلاق والكنيسة تعسفت، التجئ للقضاء، ده طريق استثنائي اطلق به. لكن الاساس زي ما الجواز كنسي، الطلاق كنسي، والقانون هو اللي بيقول كده. اعطى لرجل الدين اللي هو الموثق المنتدى المسجل في المحكمة الزواج والطلاق. دي بالنسبة للقوانين اللي بتنظم العلاقة بين الكنيسة والدولة وصادرة من الدولة. طب نتكلم عن اللوائح أو القرارات اللي بتصدرها الكنيسة وهي بصدد إدارة الكنيسة ومؤسساتها. هنشوف إن في لوائح، لفظ لائحة. هذا اللفظ يتشابه مع لفظ اللائحة اللي صادرة من الدولة. لكن هنا الكنيسة لما بتصدر هذه اللوائح أو هذه القرارات، ومن ضمنها مثلا على سبيل المثال لائحة الآباء الكهنة، لائحة التكريس، لائحة سائل المجمع المقدس، لائحة المكرسات، كل دي لوائح. في بعد كده دليل الرهبنة، دليل تنظيم الخدمة، دليل الأب الأسقف ونظام إدارة الأبرشيات. الكنيسة لما تصدر هذه اللوائح وهذه القرارات استبدت حقها القانوني من 1883 مجلس إدارة الكنائس، لائحة ترتيب مجلس إدارة الكنائس، اللي قالت إن الأب الباتريارك هو السلطة الوحيدة التي تمثل هذه الطائفة أمام الكافة، وله حق إدارة الكنيسة ماليا وإداريا. فأنا وأنا بصدر هذه اللوائح دي بصدد إدارة الكنيسة، يبقى أنا ليا كده صدر إيه؟ تشريعي، كده أنا ما خالفتش القانون. طيب اللوائح والقرارات دي بتخاطب مين؟ بتخاطب الإكليروس والشعب المسيحي. طب حجيتها على الكافة مش كل حاجة بقى، هنرجع تاني كده قدام شوية ونتكلم. لائحة الآباء الكهنة دي علاقة مباشرة بين الكنيسة سلطة دينية وبين رجل الدين الكاهن. السلطة الدينية هنا الأب البطريرك أو المطران أو الأسقف، والكاهن اللي في الأبرشية أو الكنيسة التابعة للأبرشية. هذه العلاقة علاقة داخلية. طب المحاكم قالت إيه في أحكامها؟ قالت لك إن علاقة الكاهن والكنيسة علاقة عمل. ده قضاء النقض، أحكام النقض قالت كده. طب وأحكام النقض دي كانت سابقة على إنشاء مجلس الدولة. جه مجلس الدولة في العديد من أحكامه قايل لك ان البطريركية تعتبر شخص من اشخاص القانون العام، وانا البطريرك يعتبر موظف عام. حلو جدا. لما نيجي نشوف كنيسة شخص من اشخاص القانون العام، يعني مرفق عام، في شروط معينة لازم تتوافر فيه. أول شرط عشان نقول ده مشروع مرفق عام، لا، لازم يكون مشروع أو نشاط. هل الكنيسة مشروع أو نشاط؟ لازم تستهدف أغراض النفع العام أو تحقق منفعة لأبناء هذه الطائفة، منفعة روحية، ممكن تعود برضو منفعة اجتماعية، منفعة مادية، ومش برضو أبناء الطائفة بس، لا، ولأي حد تاني غير أبناء الطائفة، بتؤدي خدمات، بتساعد الفقراء أيا كانت ديانته، فهنا المنفعة متوافقة. لكن في شرط أساسي، خضوع المرفق العام لسلطة الدولة. لازم الدولة تكون لها السيطرة، الكلمة الأولى والعليا والأولى والأخيرة في إدارته. هل هنا
الدولة بتتدخل في الشأن الداخلي؟ لا، هي قالت للبطريرك هو اللي يدير هذه المؤسسة في ضوء النص التشريعي اللي اداله هذا الحق. طب الكنيسة هي مؤسسة من مؤسسات الدولة. طب هل كل المؤسسات الدولة هل مرافق عامة؟ لا، هناك بعض المؤسسات وفقا لآراء الفقه القانوني أموالها ليست أموال عامة وموظفيها ليست موظفين عامة، لكن بيباشر نفس اللي بيباشر المؤسسات العامة الفعلية في الدولة. لما نيجي نتكلم عن الطوائف، مذاهب والطوائف المسيحية في مصر، نتكلم عن الشخصية الاعتبارية ليهم. هل أي حد يجي مثلا عايز قال لك أنا طائفة كذا ويجي يمثلها ده طبيعي؟ لا، مش طبيعي، لازم الدولة تعترف به. طب هذا الاعتراف لازم بقانون زي ما احنا قلنا كده 1856؟ بأي إجراء؟ طب افترضنا مثلا كنيسة في برا عايزة تيجي تمثل ليها هنا تمثيل، الموافقة على استخراج رخصة بناء الكنيسة تعتبر موافقة ضمنية من الدولة على مباشرة هذه الطائفة للطقوس والعبادات في مصر. مش لازم قانون صراحة، تصريح ببناء كنيسة يعتد ليه. فعشان كده أي طائفة، بالنسبة حتى لإخواتنا في الكنيسة الإنجيلية، القانون بتاعهم أعطى لطائفة الإنجيلين الوطنيين، هي اللي بتمثل المذهب البروتستانتي في العالم في مصر، طائفة الإنجيلين الوطنيين، أي مذهب عايز يجي في مصر لازم عن طريق هذه الطائفة، طائفة الإنجيلين الوطنيين. طيب بالنسبة للمذهب الأرثوذكسي، احنا عارفين إن في 5 مذاهب، روم وسريان وأباط، أغلبهم ممثلين هنا في مصر. الكاثوليك طبعا بابا روما هو المسيطر في العالم، هو صاحب الكنيسة الأم وبيمثل في دول العالم المذاهب الطوائف الكاثوليكية عن المذهب الكاثوليكي في الدول كلها، وبيمثلها هنا برضو في يعني سوريا، ممكن الكنيسة السوريانية بتيجي ليها هنا كنيسة في مصر معترف بها في الدولة خلاص تباشر نشاطها الديني فيه. شرط أساسي إن الدولة تعترف بهذه الكنيسة حتى تتمكن من مباشرة طقوسها الدينية والعبادات في مصر. القانون المدني في المادة 52 فقرة 2 قال لك الأشخاص الاعتبارية هي هيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. الشخصية الاعتبارية غير الشخص الطبيعي، غير الشخص الاعتباري. احنا كده أشخاص طبيعيين بنتعامل، لينا الإرادة ولينا الصفة القانونية نقدر تتعامل. لكن الشخص الاعتباري دي المباني، المؤسسة، الكنيسة أو مركز ثقافي أو مركز تعليمي، لازم حد يمثله، لازم يعبر عن إرادته، لازم إدارته. فالقانون قال لك لازم الأشخاص الاعتبارية لازم يكون حد يعبر عن إرادتها ولازم الإرادة الحقيقية ليها، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة، وهو اللي بيمثلها قانونا ليه حق التقاضي والدفاع عنها أمام المحاكم. طيب الكنيسة بتطبق الكلام ده على الكنيسة، هنجد إن البطريرك بحكم القانون حق الإشراف المالي والإداري على الكنيسة، هو اللي بيمثلها أمام المحاكم. طيب هذه الكنيسة لازم يكون لها ذمة مالية حتى تدير هذه المؤسسة. هذه الذمة المالية بتأتي من التبرعات، الإعانات، العشور. أهلية في إبرام العقود والاتفاقيات.
الكنيسة ليها صفة قانونية، ليها أهلية قانونية إن هي تبرم عقود باسمها مع الغير. هذه العقود وهذه الاتفاقيات تسري في مواجهة الكف. حق التقاضي، الدعاوى لو بترفع على الكنيسة أو كنيسة عايزة ترفع دعوة لأي حد عشان تطالب بحق ليها، يمثلها القانون البطريرك أو رئيس الطائفة أو ما يفوضه للتعامل في هذا الشأن. موت المستقل لازم تكون هذا الشخص الاعتباري لمكان ظاهر هي البطريركية أو رئاسة الطائفة، ده المركز بتاع المؤسسة أو الشخص الاعتباري. نائب يعبر عن زي ما قلنا اللي هو الأب البطريرك أو رئيس الطائفة، هو اللي بيدير حسب ما نصت عليها القوانين الكنسية والوضعية. نخلص من ذلك أن التنظيم الإداري في الكنيسة له أصول شرعية وفقا لأصول المذاهب المسيحية، وله أصول قانونية دستورية تتفق وأحكام هذه القوانين أو الدستور. بمعنى أن ما تصدره الكنيسة من قرارات أو لوائح وهي بصدد إدارة أمورها الداخلية يتعين ألا تخالف مبدأ دستوري وألا تخالف نص قانوني. في أي أسئلة؟ حد عايز يعقب على حاجة؟ اتفضل سيدي. يعني سمعنا كثيرا فيما مضى مشاكل كثيرة خاصة بالخط الهميوني وما هو مطالب من بناء كنائس أو إعادة ترميم للكنائس ومشاكل كثيرة. فهل هنا المشكلة كانت في تفسير القانون، تفسير مواد القانون، أم القانون بذاته؟ فهل كان القانون سهل وفي وضع سهل لأداء الأمر، أم هناك مواد تفسيرية لهذا القانون أعاقت تنفيذ المهمة؟ يعني هو القانون العام ماشي الخط الهيروني 1856 أعطى للباب العالي هو اللي بيصدر ترخيص ببناء الكنائس أو الترميم، وتم بناء عليها احنا قلنا اللي هو الشروط العشرة للعزب يباشا وقتها، دي اللي كانت بتحدد ازاي الكنيسة لو عايزة ترمم او عايزة تبني بتاخد الاجراءات، ولازم في اشتراطات هناك، اشتراطات بنائية وفي شروط امنية مفروض كانت تتبع. طبعا الشروط العزب يباشا دي كانت 1890 تقريبا، يعني حاجات لا تواكب التطور او العصر اللي موجودين فيه دلوقتي. يعني انا اعتقد زمان كانت عدد المسيحيين اقل من كده بكتير، فطبعا هذه الشروط ما تنفعش تطبق دلوقتي. فهي المشكله في التشريع، لازم التشريعات بتطور نفسها. التشريع دلوقتي هل التشريع مثلا 1800 و1901 هيمشي زي دلوقتي؟ لا، السلطه التشريعيه بتشوف التطور الطبيعي للامور وبتعدل التشريعات لتواكب هذا التطور. ده في كل مش خاص ببناء الكنائس بس، اي تشريعات لما تقدم بتتعدل. يعني قانون العقوبات، قانون الجوات الجنائيه تم تعديله مؤخرا كذا مره عشان يواكب الجريمه، انتشار الجريمه او الجرائم المستحدثه. يعني مش هنقول بقى هنستقر ده قانون ونفضل ما نعدلوش، لا، احنا بنعدل عشان نشوف الجرائم الجديده اللي ظهرت ما كانش موجوده قبل كده ونقدر نتصدى ليها. في سؤال؟
حضرتك على الحضرة الجميلة دي. حضرتك ذكرت إن الكنيسة تعتبر مؤسسة من مؤسسات الدولة. حضرتك ذكرت ان الكنيسة تعتبر مؤسسة من مؤسسات الدولة. طب الى اي مدى الدولة تقدر تحط ايديها على المؤسسة دي؟ ان من تقريبا من سنة او سنة ونص تقريبا كان طلعت اشاعة ان الدولة هتحط ايديها على الصناديق الخاصة بالكنيسة وتبقى فيه ذمة مالية تسألها ايه اللي داخل وايه اللي خارج. فالى اي مدى، هل دي كانت اشاعة بس ولا ممكن الدولة فعلا تيجي وقت تحاسبنا على المواضيع دي؟ احنا بنصطدم بالفهم الخاطئ لنصوص القانون. الكنيسه باعتبارها مؤسسه دينيه خاصه ذات دافع عام، زيها زي مؤسسات الدوله الاخرى، بتخضع للقانون العام في الدوله. تمام. الدوله مش بتشرف عليها ولا بتديرها، لان في البطريرك او رئيس الطائفة هو المسؤول قانونا عن إدارتها ماليا وإداريا. الدولة مش هتحط إيديها عليها، يعني لو كان الكلام ده اتقال ده يبقى ده إشاعة. فإحنا بس لازم نعرف، يعني الفكر السائد كان زمان إن الكنيسة مستقلة عن الدولة. لا، الكنيسة مؤسسة من مؤسسات الدولة. الكنيسة مش دولة جوة الدولة زي ما كان بيقول، لا، مؤسسة من مؤسسات الدولة. ليها قانونها اللي بينظمها، وفي نفس الوقت بتخضع للقوانين العامة في الدولة. يعني ما تجيش تقول لي حصلت جريمة سرقة في الكنيسة ما بلغش النيابة العامة. لا، دي جريمة عامة. حصلت قتل، حصلت أي جريمة تانية أخرى، لازم تبلغ الجهات المعنية. دي تخالف القانون العام في الدولة، مش قانون خاص. أنا عندي الكنيسة بتسامح وبتغفر وكل حاجة كويس، ده الناحية الروحية، الناحية الدينية. لكن حق الدولة لا، كل ما هو داخل الكنيسة زي كل ما هو داخل المسجد، زي ما هو كل داخل مؤسسات الدولة. دي قانون عام بيحاكم هذه التصرفات وبيحاسب هذه الأفعال. حق المدني والحق الجنائي. الحق الكنسي وفقا للشريعة اللي هي القوانين الكنسية، أو يعني لو كان في عقوبة كنسية، دي التأديب الكنسي. ماشي، اوكي، احنا واحد ارتكب جريمه عاقبناه، مش هتتناول لمده سنه او اي عقوبه الكنيسه فرضتها. ده لا يخل بمحاكمته جنائيا او مدنيا. يعني سيف ترد مثلا واحد ارتكب جريمه قتل وراح تاب والكنيسه فرضت عليه قانون توبه معين، هل ده يعفيه ان هو يحاكم جنائيا؟ لا طبعا، لازم يحاكم جنائيا. القانون الكنيسة، قانون الكنسي شيء، والقانون الوضعي المتعلق بالنظام العام ده شيء تاني. هذه الجريمة متعلقة بالنظام العام في الدولة. ما ينفعش أنا أتسطر على جريمة عندي وأقول عشان أنا ليا قانون خاص. لا، قانون خاص بيحدد زي ما احنا قلنا العلاقة بين الكنيسة وبين أطرافها، الإكليروس والعلمانيين، هم دول المخاطبين بيه. حاجات داخلية الدولة ملهاش دخل بيها، بس تبقى عارفاها طبعا. لكن الشيء الإدارة الداخلية الخاصة بالعقيدة أو خاصة بالطقوس والجزء ده الكنيسة بتصدر به قرارات ولوائح بتنظمها. أما علاقة الأفراد بالدولة، لا، بالنسبة للتصرفات اللي بتصدر عنهم، لا، يخضع للقانون العام أو الشريعة العامة في الدولة. أشكر حضرتك على عرض المساحة الغزير. أنا ناجي شنودة، أستاذ أصول التربية في المركز القومي للبحوث التربوية. أنا كنت بسأل سيادتك، أهلا بما عليك، أنا كنت بسأل سيادتك على قانون الأحوال الشخصية، وخصوصا موضوع الطلاق والتطليق، التطليق في المحكمة والطلاق في المحكمة والزواج الثاني بالنسبة للمطلق. دي حاجة. الحاجة التانية اللي أنا بسأل عليها الميراث والذكر حظ الأنثيين، فطبعا يعني ده لا يتمشى ولا يتفق مع الشريعة المسيحية، فأنا كنت عاوز إيضاح من سيادتك حوالين النقطتين دول. شكرا لسيادتك.
بالنسبه طبعا لايه قانون الاحوال الشخصيه الجديد، يعني انا مش حابب اتكلم فيه، انت لسه ما صدرش طبعا، وما اعرفش الظروف او النصوص بتاعته تتكلم عن ايه بالظبط. بس انا بتكلم من في القانون اللي تحت ايدنا دلوقتي، لائحه 38 تعديلها 2008 ولائحه الموثقين المنتدبين. تمام، هذه القوانين او هذه اللوائح اعطت لرجل الدين الموثق لعقد الزواج زي ما قلنا ان يزوج وان يطلق، يعني بيبقى معاه دفتر زواج ودفتر طلاق، ده القانون بيقول كده. اما حده التطليق لازم نفرق بين الطلاق والتطليق والبطلان. البطلان ده بيرد في حالة وقوع أحد الطرفين في غش أو تدليس أو إكراه كده، أخلي بالشروط الموضوعية للعقد بيرتب عليه البطلان. البطلان ده بيمحي الزواج من أول، يعني كأنه ما اتجوزش خالص، بنرجع إلى فترة الخضوع، ده البطلان. لكن الطلاق إحنا زي ما قلنا في المفهوم القانوني، طلاق بالإرادة المنفردة مما يملك حق الطلاق. قلنا عند اخواتنا المسلمين في الزوج او الزوجه اللي معاها العصمه اللي يملك الطلاق. طب الزوج مع العصمه ومش عايز يطلق، الزوجه بتعمل ايه؟ بتلتجئ للمحكمه للخلع. تمام، ده طريق استثنائي، لكن الاصل هو ايه؟ الطلاق. طيب في الاسلام في من يملك العصمه زي ما قلنا، لو الزوج او الزوجه الثاني بيملك. طب احنا عندنا في المسيحيه ثلاث اطراف، الزوج والزوجة. الزوج يملك ان هو يطلب الطلاق، والزوجة تملك ان هي تطلب الطلاق برضه. مرقس 10-12 كويس. طيب الزوج عايز يطلق بيروح للكنيسة، هل ده وفقا الطلاق ده، هل الفعل اللي ارتكب او التصرف اللي ارتكب من الشخص الاخر يخالف الشروط اللي وضعتها الكنيسة مما تستوجب الطلاق؟ هي الكنيسة هي اللي تقول هي اللي تطلق. طيب ليه الكنيسة، ليه أنا بلجأ لكده؟ قلت نلجأ للكنيسة. الكنيسة هي مانحة السر. الزواج في المسيحية هو سر مقدس، في شريعة الأرثوذكس هو سر مقدس، عند الكاثوليك هو العهد الذي صنعه الخالق، فيما معناه أنه هو سر مقدس أيضا. عند اخواتنا الانجليين هو رباط مقدس. نقف هنا حته شويه. الرباط المقدس في القانون، نتكلم على مفهوم او معنى كلمه رباط. الرباط اما تكون الرابطه قانونيه لائحيه او عقديه، بمعنى ان يحكمها القانون او القوانين او اللوائح او يحكمها العقد. طب عندنا بيحكمها الاثنين، القانون او لائحه 38 نصت عن الزواج سر مقدس، وان هذا الزواج بعد الطقوس الدينيه اللي بتجريها الكنيسه بيتم افراغه في العقد الكنسي الاول، وبعد كده بيفرغ في العقد المدني اللي هو بيوثق الكاهن المنتدب، هو اللي بيوثقه في المحكمه، العقد المدني. طب ينفع اعمل العقد المدني قبل الطقوس الدينيه والعقد الكنسي؟ لا ما ينفعش. طب ما ينفعش ليه؟ عشان انا عايز ما ينفعش؟ لا، عشان العقد المدني نفسه في شرط من الشروط كده، اي حد يبص في عقد الزواج هقول لك بعد اجراء الطقوس الدينيه، وفي كان في عقود قديمه والعقد الكنسي، بس دلوقتي اعتقد بس بعد اجراء الطقوس الدينيه فقط. فشرط اساسي هنا لابرام الزواج ان يتم وفقا لايه؟ الطقوس الدينيه. طب لما نتكلم في فرنسا مثلا، حد عايز يتجوز في فرنسا، قانون العقوبات هناك مادة 199 و200 جرمت ان انت تجري الطقوس الدينية قبل ما تحرر العقد الاساسي، تعمل العقد المدني وبعدين الكنيسة عايزة تعمل الطقوس زي ما هي. لكن لو ثبت ان رجل الدين هناك اجرى الطقوس الدينية قبل ما يعمل العقد المدني يسجن. فهنا بتخضع للشروط الشكلية في الدولة. فرنسا قالت لك لا، اعمل العقد المدني الاول قبل الطقوس الدينية. انا عندي هنا في مصر لا، الطقوس الدينيه والعقد الكنسي والعقد المدني هو الاثر المترتب على الطقوس الدينيه والعقد ايه؟ الكنسي. فانا لما اروح اطلق اخدها برضه نفس الترتيب، الكنيسه اللي اتجوزت هي اللي اتطلق.
والعقد المدني بينفسخ من تلقاء نفسه بتحرير العقد الطلاق. ما هو عقد مدني برضه، مش احنا قلنا دلوقتي القوانين واللوائح قد اعطت لرجل الدين الزواج والطلاق؟ يعني زي ما هو هيجوز وهيوثق هيطلق وهيوثق، طيب الطلاق بيجب الزواج، خلاص يبقى كده اتلغى ضمنيا العقد الزواج. طب هنا سلطة الكنيسة في الطلاق جاية منين؟ من نصوص الكتاب المقدس. كل الآيات اللي اتكلمت عن الطلاق جاءت بلفظ طلاق وليس تطليق. طب كلمة تطليق دي ايه؟ تطليق لا تستخدم الا عن سلطة خارجية عن الكنيسة. بعض الفقه القانون قال لك المحكمة او الكنيسة، لكن اضحفها شوية لان احنا عندنا ممكن هو يعني يغفل جزئية ان الكنيسة طرف في الزواج عندنا، او اتنين مسيحيين عايزين يتجوزوا ما ينفعش يروحوا يتجوزوا مع بعضهم كده في كنيسة، لا لازم رجل الدين، لازم الزواج عن طريق رجل الدين، والسر المقدس لا يحل على الزوجين الا عن طريق رجل الدين حامل السرائر المقدسة. فهنا طالما الزواج كنسي وطلاق كنسي. طب عند اخواتنا المسلمين برضو اي حد عايز يطلق بيروح للمأذون، بيروح المحكمة، يروح للمأذون يطلق زي ما بيتجوز المأذون، بيروح المأذون يطلق. طب لو في تعسف او احد الطرفين مش عايز يطلق بلتجي طريق استثناء طريق المحكمة. طب هتقول لي هذا الاجراء بيخالف القوانين؟ لا، زي ما قلنا اتفق واحكام القانون. طب والشريعة؟ الشريعة قال لك اهل الكتاب فيما يدينون، عايز تطلق طلق، مش عايز تطلق طلق، علة الزنا او غير علة الزنا زي ما انت عايز. الشريعة الإسلامية كمان أعطت لغير المسلم الاحتكام لشرعه. ده بالنسبة للزواج والطلاق. طب الميراث، في جزئية عديتها كانت موجودة دلوقتي على الشاشة، القضاء المختلط زمان في الفترة مين 1517-1805 كان في قضاء مختلط. قضاء مختلط ده ايه؟ مصر طبعا كانت محتلة من بريطانيا، فكان الأجانب بيجيبوا قضاء من عندهم ويجيبوا القانون بتاعهم ويتحكم بيه على أرض مصر. يبقى ازاي أجيب أجانب وأجيب قانونهم وعلى أرض مصر والمحاكم المصرية ما تشتغلش وتطبقش والقانون المصري ما يطبقش؟ إلى أن تم إجلاء اتفاقية 36 واتلغى القضاء المختلط، اتفاقية مونتريف 1937 ده نهاية القضاء المختلط، أصبح كل ما هو على أرض مصر وتحت سماء مصر يخضع للقوانين المصري ويخضع للمحاكم المصرية. طب الفترة دي بقى كان إيه اللي بيحصل فيها؟ كان كل القوانين بتيجي من بره، كل ما يتعلق بالأجانب بمشاكلهم جنائي مدني أحوال شخصية، في أحوال الشخصية عملوا إيه؟ دخل الميراث في الأحوال الشخصية، أحوال الشخصية الزواج والطلاق والهبة والوفاة وإيه والميراث. قانون القضاء وقتها أخذ هذا التعريف، الأحوال الشخصية تشمل كذا وكذا وكذا من ضمنها الميراث. جه بعد كده الفقه الفقهاء القانون قال لك طب الميراث ده من الحقوق العينية. يعني الحقوق العينية كل ما هو يتعلق بمال فهو حق عيني، فيخرج الميراث من الأحوال الشخصية إلى أحوال العينية. في برضو الفهم الخاطئ أو القراءة الخاطئة للنصوص والأحكام، في حكم في دستورية صدر بصدد يعني نص خاص بالولاية على النفس، وتطرق في حيثيات الحكم إلى الميراث باعتباره حقوق شخصية أو حقوق عينية، تمام، وقال لك لسه في خلاف أو جدال على هذا الشأن. ده تطرق لموضوع الميراث في أسباب هذا الحكم، لكن منطوقه مش متعلق بالميراث خالص. ما جاش قال لي الميراث قولا واحدا من الحقوق العينية أو حقوق شخصية، ما حدش اتكلم. طب لما نيجي نرجع بقى لورا شوية، الميراث بالنسبة للمسيحيين قال لك لو اتفقوا في القوانين القديمة أيام الملك، كان فيه قانون سنة 42 الملك كان أصدره، قال لك في حالة اتفاق تطبق شريعته.
يعني زمان المسيحيين في حالة اتفاق أنا عايز أطبق النظام بالمساواة حدش يقدر يكلمك، طبق زي ما أنت عايز. بعد تعديل قانون المدني 48 قال لك شرط أساسي الميراث يوسع طبقا للشريعة الإسلامية، خلاص لغى موضوع الاتفاق على تطبيق الشريعة المسيحية. فمن هذا التاريخ ابتدت الميراث كله يطبق وفقا للشريعة الإسلامية. تمام؟ طيب نيجي في 2014 نص المادة الثالثة من الدستور قال لك ايه؟ لغير المسلمين من المسيحيين واليهود الاحتكام لشروع احوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الدينية الى اخره. فالاحوال الشخصية هنا انا عندي شريعتي، اي نعم الكتاب المقدس ما تكلمش عن الميراث بصفة صريحة، لكن القوانين او ما اعتادت عليه الكنيسة المساواة بين الرجل والمرأة. طب ده هل ده يستلزم ان انا اعدل 38؟ لا. ليه؟ لائحة 38 في الباب 11 متعلق بالميراث، أول مادة فيه ساود بين الولد والبنت في الميراث. طب هتقول لي ماشي ده 38 والدستور 2014. الدستور نص في مادة أخيرة عنه أن يتم سريان كافة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها قبل هذا الدستور، وكل دستور كده. دستور 2014 2012 71 كله كان بيتم الإبقاء على جميع القرارات والقوانين السارية قبل العمل بهذا الدستور. معنى كده ان لائحة 38 او باب 11 في لائحة 38 مازال ساري، مش محتاج ان انا اصدر القانون واقول الواد زي البيت. طب ده من وجهة نظر القانون والدستور، من وجهة نظر الشرع الشريعة الاسلامية قالت لأهل الكتاب بما يدنون. بدليل على كده ان قبل قانون المدني لما طبق 48 كان المسيحيين وفق اتفاقهم مع بعض وطبق، لكن دلوقتي ما ينفعش. شكرا استاذ جورج على الجوله القانونيه الممتعه، وان كان القانون جاف لكن فعلا شكرا حضرتك بسطته جدا. بالنسبه لتوضيح للكنيسه الكاثوليكيه، سلطه بابا روما هي سلطه روحيه، لكن كل كنيسه ذات حق خاص، بمعنى ان الاب البطريرك هو المسؤول امام الدوله عن كل شؤون الكنيسه من او اوقاف او رسامات او كل حاجه، لكن سلطه بابا روما هي سلطه روحيه فقط. طبعا بحسب ظروف البلد، يعني هنا هو الكنيسة القبطية الكاثوليكية ذات حق خاص، معنى أن البطريرك هو له كل حق التصرف أمام الدولة وأمام كل مؤسسات الدولة، لكن بابا روما سلطته روحية فقط. شكرا. طيب في السؤال برضو دكتور جورجي، يعني مهم برضو بالنسبة لنا، وهو مدى وجوب الحصول على دفتر توثيق للزواج عند الأب الكاهن؟ هل هناك معوقات تعيق الحصول على هذا الدفتر رغم موافقة إدارة الكنيسة على أن هذا الأب يمكن أن يحصل على دفتر توثيق؟ الجواز بقى. ما هو اي اب كاهن لازم يكون اب كاهن المعتمد لدى المحكمة المختصة بالتوثيق. الكنيسة بترشح غيره، بيتم ترشيح غيره، وشرط اساسي ان هو يعتمد امام المحكمة الابتدائية المختصة اللي هو خاضع لدائرتها. ده لا مفيش اي معوقات، ده السلطه الكنسيه ان كان البطريرك او المطران او الاسقف بيبعت الاسماء ويثبت طبعا وفاه فلان اللي هو كان الموثق المنتدب عن هذه الكنيسه وعن هذه المنطقه، وبيعين اخر رئيس المحكمه بينتدب يعين اخر منهم. اعتقد بيترشح كذا اسم ويشوف على حسب الشروط، ان في شروط معينه كمان لازم تتوافر في الاب الكاهن. مش اي حد يعني يقدم نفسه عايز ابقى انا موثق منتدب خلاص، لا،
في شروط معينة لازم تتوافر فيه، فالكنيسة بتقدم كذا أب كاهن، والمحكمة وفقا للشروط متى تراءت إن الشروط تنطبق عليه بتعين أيهما. هل الشروط دي معلنة؟ موجودة طبعا في لائحة الانتداب الكاهن، لائحة توثيق، تحت لائحة توثيق المنتدبين لدى المحكمة موجودة. بالنسبة لي بابا روما، ردا على سؤال حضرتك، القوانين اللي في كنيسة بابا روما أو في الكنيسة الكاثوليكية في العالم تم استخلاص، اللي هو وضحها الحبر الأعظم، تم استخلاص بعض القوانين اللي تناسب الشرق، وتم وضعها في مجلد أو مجموعة اسمها مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، دي اللي بتطبق على مسيح الشرق، لكن في قوانين أخرى طبعا بتطبق على مسيحي الغرب. طبعا هو الممثل البابا هنا طبعا في مصر مثلا أو سوريا أو أي دولة تانية، هو اللي بيباشر تطبيق هذه القواعد أو هذه القوانين، ودي اللي معترف بها. وطبعا الفرمان العالي صدر دي طائفة باتر زوكس، وصدر دي الطائفة الإنجليزية 1850، وطائفة الأرمن الكاثوليك، دول الثلاثة الوحيدين اللي صدر بيهم تشريع بين الاعتراف بيهم وبينظم شؤونهم. في بعض الطوائف الأخرى ملهاش قانون صدر من الدولة، زي الثلاث مذاهب دول أو ثلاث طوائف في هذه الثلاث، في الثلاث مذاهب دول بقيت الطوائف ما صدرش دي، لكن صدر بيها قرار اعتراف بالكنيسة، زي ما قلنا واحد يعني طائفة جات وعايزة تبني كنيسة، طلع قرار ترخيص كنيسة، ده يعتبر اعتراف ضمني بالاعتراف بهذه الطائفة في البلاد. لأن فقهاء القانون قال لك بالشرط ان يصدر قانون او قرار رسمي لاي طريقه او اي اجراء من شانه على علم الجهه المختصه في الدوله او علم الدوله به وموافقه عليه وبتعطي له هذا الترخيص، فده يعتبر موافقه ضمنيه مش لازم تكون صراحه. تفضل. شكرا لحضرتك جدا انك بسطت لنا القانون جدا، واحساسنا من حضرتك لما جيت شرحته ان حسينا ان القانون سواسيا، سواء بيطبق على الطوائف المسيحيه او الغير مسيحيه او الطوائف الثانيه الدينيه المختلفه. حتى بناء الكنائس حضرتك قلت في 10 شروط لبناء الكنائس، هم نفس الشروط اللي بتطبق في الجامع. لكن احنا احساسنا واحنا موجودين هنا بنحس ان النظر شيء والعمل شيء، هل في خلاف بين النظر والعمل في القانون؟ شكرا. اولا الشروط العشرة اللي هي خاصة بالمساجد زي الكنائس هي شروط عشرة، بس مش نفس الشروط، هي يعني مضمونها، لكن هي 10 شروط برضو تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. طبعا المساجد عموما والكنائس كمان لا يعلوها شيء ولا يدنوها شيء، يعني ما ينفعش إن أنا أحط أبني بيت مثلا فوق مسجد أو أحط مسجد فوق عمارة ولا بتاع، لا، يعني دي شروط معينة وفقا للشريعة نفسها، كان الشريعة الإسلامية أو الشريعة المسيحية. بين الفرق بين التطبيق العملي والواقع، لا، القانون بيطبق، بس إحنا نفهم القانون صح، نفهم نطبقه، إحنا بيبقى القصور من عندنا. ده وجهة نظر. معلش بعد اذنك، دي حقيقة احنا فعلا شايفين ان بنلاقي جوامع تحتها بيوت، ده ما بنلاقيش كنائس ويا القانون بيسري على الكل، بس احنا نفهم نطبقه. احنا ساعات التقصير بيبقى من عندنا، في بعض الشروط ما بتبقاش متوفرة واحنا عايزين نرخص وعايزين نعمل، لا، لازم تكون في شروط اللي نص عليها القانون تتبع، منطبقة هينفذ، الشروط دي لا تنطبق مش هيعرف ينفذ. يبقى ازاي انفذ حاجة وهي فيها صغر، يعني مثلا عايز تعترف بكنيسة وملكية الأرض مش ملكية الكنيسة، طب هتعترف بيها ازاي؟ في نزاعات كتيرة جدا على أراضي، إيه انت ماشي، انت عايز تتبرع ليها، تتبرع بيها للكنيسة،
لكن ملكيه الارض مش ملكك عشان تتضرع بيها، فيدخل النزاع قضائي على الملكيه. طب الكنيسه هتعترف بيها ازاي؟ الدوله هتعترف بيها ازاي؟ مش لازم يتم الفصل في نزاع الملكيه الاول قبل ما اعترف بيها؟ دي كتير من هذا القبيل، هتلاقي كنائس كتيره جدا ناس اتبرعت بيها بعد وفاتها تبني ارض تبني كنيسه كويس، لكن في نزاع الملكيه. طب هطلع لها رخصه ازاي؟ في نزاع الملكيه الورثه او الغير كانت وضع يد او ايا كان، فلازم الاول يتم الفصل في الملكيه، اصبحت ملكيه خالصه لفلان اللي اتبرع بيها، خلاص الكنيسه تباشر بقى عليها سلطتها، عايز ابني كنيسه بشوف القانون بناء الكنائس بيقول ايه، هل الشروط دي متوفره فيه، بقدم الطلب. والقانون كان صريح لو تقاعست الجهه الاداريه في اجراءات اخرى يتم اتخاذها. فاحنا فهمنا بيبقى بس قاصر على حاجه معينه، احنا عايزين حاجه معينه وهي مش متوفره في القانون، الحاله معروضه يعني القانون نص على حاجات معينه مش متوفر على الحاله اللي عندي. شكرا لحضرتك على المحاضرة القيمة. عندي بس كم استفسار كده، هل بعد اختيار قداسة البابا، لأن الدولة بتصدع على اختياره، فمن حقها تعزله؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل تغيير الطائفة أو الملة يسهل الموضوع الطلاق؟ يعني نفهم ليه، يعني ليه يسهل موضوع الطلاق؟ ثالث معلش سؤال، هل من حق مؤسسة تبقى خيرية مسجلة في مثلا في الدولة تنشئ طائفة بعد ما تسجل ويبقى لها نشاط بس الروحي ورعاية فتنحرف وتعمل طائفة والدولة تعترف بيها؟ وده حصل طبعا مع ماكسيم شي. شكرا. هنبتدي من آخر سؤال، ده أول سؤال. أولا طبعا لا يجوز أن جمعية تبني كنيسة إلا لازم الكنيسة تبنى بموافقة السلطة الدينية ممثلة في الأب البطريرك، تمام؟ طبعا وفقا للشروط اللي احنا اتكلمنا عنها، تمام؟ و الواقع بتاعت ماكسيم شيل ده أساسا الكنيسة ما اعترفتش بيها، هو أساسا مش عارف كان ممثل بره تقريبا في أمريكا تقريبا، بس هنا ما يمثلش. ليه ما يمثلش؟ ان عشان تمثل اساسا لازم يكون ليها كيان بره وبقاله فتره معينه من الزمن. يعني هنا مثلا نتكلم عن السوريان الارثوذكس مثلا، لا دول مش وليد يوم وليله لما يجي يمثل، ده هو موجود اساسا هناك في سوريا، هو عايز كنيسه تمثله زي الاباط الارثوذكس اللي هنا كويس، كرسي مرمرس الرسول، وفي امريكا ولا في كندا او في اي دوله تانية، تمام؟ ده بيمثل او الطائفه بتمثل في الدوله هناك بهذه الكنيسه. دي اول جزئيه. لكن حته جمعيه عايزه تطلب بناء كنيسه، لا هي تتبرع بناء كنيسه. لو السلطه الكنسيه بعد بناء هذه الكنيسه قبلتها، خلاص بتبقى مش ملك حتى الجمعيه. دور العباده مش ملك افراد ولا مؤسسات. السلطة الوحيدة اللي هي بتبقى تابعة ليها هي الكنيسة نفسها الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو الإنجيلية، ما بتبقاش ملك الأفراد. عشان نقول إن هي مش ملك أفراد لازم تكون في شروط معينة تتوفر فيها وفقا لكل مذهب أو كل طائفة، دي اللي بيحددها السلطة الدينية. يعني جمعية بنت كنيسة، لا الشروط دي مش مواصفات طبع الكنيسه الارثوذكسيه ولا الكنيسه الانجليه مثلا اللي هو عايز ينتمي اليها، خلاص مش هتوافق عليها السلطه الدينيه. هي شرط اساسي ان الكنيسه، حتى دلوقتي في تقنين اوضاع الكنائس الدوله قبل ما تقنن اوضاع بتاخد اساسا موافقه من الكنيسه، المجمع المقدس، انا اعترفت بهذه الكنيسه، الكنيسه دي تنطبق والشروط الخاصه بالعقيده بتاعتي، خلاص بتوافق عليها. لكن في كنيسه معروض عليها لا تتفق والشروط، احنا عندنا مذبح وحضن الاب والكنيسه نفسها مش مبنيه بهذا النظام، هتوافع عليها ازاي؟ في شروط معينه في الكنيسه، بتكلم عن الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، لازم تكون متوفر فيها عشان يتم اعتراف بيها، تمام؟ تاني سؤال كان خاص ب تغيير الطائفه.
تغيير الطائفة هو القانون نص على متحد الملة والطائفة بيطبق شريعتهم، متحد الملة. اختلاف الملة والطائفة بتطبق الشريعة الإسلامية. يعني هي ال- 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 الخلاف فين؟ القوانين كلها نصت انت عشان تطبق شريعة الأباطر والزكس لازم يكون اتنين متحد الملة والطائفة. هطبق شريعة الأباطر والزكس اللي هي لائحة 38، اشوف هل الحالة المعروضة دي نص عليها من شروط الطلاق ولا لا. نصت خلاص اوكي، ما نصتش مش هطلق. لكن اللي بيحصل ايه؟ بيحصل الناس عايزة تطلق مش متوفر وفقا لشريعة الأباطر والزكس، فبيقول لك احول ملة وطائفة عشان تطبق وفقا للشريعة الإسلامية. طبق وفقا للشريعة الإسلامية ده موضوع تاني خالص. فاختلاف الاختلاف الملة والطائفة، يعني انت بتضحي بالمل الطائفة بتاعتك عشان اغراض خاصة عايز تطلق، لكن انت مفترض كل طائفة بتخضع او بتسلم بالشريعة اللي وضعتها الكنيسة وافقت عليها الدولة، هي ممثلة في لائحة 38 او تعديلها في 2008. الشق الثالث الخاص ب تعيين البطريرك دي عايزة محاضرة تانية خالص، نستأذن سيدنا بعد كده ان احنا نتكلم فيها. بس زي ما احنا اتكلمنا في الاول ان الخط الهميوني اعطى للسلطة او اعطى للكنيسة اختيار قادتها الدينية، وده اللي اعطاه برضو الدستور 2014 اختيار قيادة الدينية، ولائحة انتخاب البطريرك اللي اتعدلت في 2015 اعطى رئيس الجمهورية حق التصديق على هذا الانتخاب. عشان تعرف بقى الجزئية دي كلها، لا دي يعني عايزة وقت تاني. نشكر ليكم جدا وشكر لحسن استماعكم. شكرا سيدي. السيدات والسادة الأفاضل، يقدم مركز بيلمباص للتراث القبطي بخالص الشكر والتقدير لسيد المستشار الدكتور جورج سامي نيكولا فهمي لاستجابة سيادات طلبية دعواتنا لإلقاء المحاضرة بالمركز. ألف شكر دكتور، مرسي لحضرتك.